جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: والدي يتهاون في صلاة الجماعة مما يدعوني لتذكيره بفضائلها وترهيبه من تركها، وأكرر له ذلك مرارا وتكرارا، ولكنه لا يستجيب إلا قليلا، وأحيانا يغضب مني، وأحيانا يضطرني أن أرفع صوتي عليه فيغضب أكثر، فهل هذا يعتبر من عقوق الوالدين؟ وما هو العلاج الشرعي لمثل هذه القضية؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن التهاون بشأن الصلاة أنه جريمة خطيرة، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولأن من تركها متعمدا فإنه يخرج من الدين، كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، وهو أصح قولي العلماء إذا تركها متكاسلا. أما إذا تركها جاحدا لوجوبها فلا خلاف بين العلماء في كفره وردته، فالأمر خطير جدا. وما ذكره السائل عن والده هذا منكر عظيم، يجب على ابنه وعلى غيره من المسلمين إنكاره عليه وأمره بالصلاة وإلزامه بذلك، ولا يجوز السكوت عليه وتركه لا يصلي، ولكن الإنكار من ولده يكون أوجب القرابة التي بينه وبينه، وجوب النصيحة له. عليك أيها السائل أن تداوم النصيحة مع والدك، وما دام أنه يتأثر ويصلي أحيانا فهذا مما يؤكد عليك مواصلة النصيحة معه، وعليك بالصبر وعدم الياس وإبراء ذمتك من مسؤوليته. وأما رفع الصوت فلا داعي له، عليك أن تعظه وأن تذكره بالتي هي أحسن من غير رفع صوت عليه، لأن رفع الصوت لا يأتي بخير، ربما كما ذكر السائل أنه يسبب غضبه، غضب الوالد، ويسبب أيضا نفرته من قبول النصيحة. عليك بموعظته بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة، تخويفه بالله عز وجل، والمداومة على ذلك، والصبر، لأن هذا في سبيل الله عز وجل. نعم.